شيخنا بارك الله فيكم، هل يصح يعني أن يقرأ الذكر للتسبيح والتحميد والتكبير 33 33 والتكبير 34، هل يصح أن يقرأه لإعانة نفسه بالقيام للفجر؟ هو لم يرد في ذلك، إنما ورد في من يستعين، إنما ورد في من يستعين به على أموره والأشياء التي يستعين بها على أموره في الخدمة، ولم يرد هناك دليل على مسألة ذكر معين لصلاة الفجر. وما يتداوله الناس اقرأ آخر سورة الكهف، وقد جربناها ووجدناها واستيقظنا، نقول يا أخي الحبيب الدين ليست بالتجارب الشخصية إنما بالأمور الشرعية المرعية، وتستعين على الفجر بالنوم مبكرا وبعدم الأكل كثيرا وباستخدام المعينات الموجودة كالمنبهات حولك أو أن تكلم أحدا لكي يوقظك إلى غير ذلك، مثل هذه الأشياء، والدعاء مطلقا، اللهم أعني وأيقظني لصلاة الفجر، هكذا الدعاء مطلقا. لكن لا تقرأ آية بعينها أو وردا بعينه تقول هذا يعين على صلاة الفجر وجربته، لا، نقول هذا يدخل في البدعة التي يسموها البدعة نوعان، بدعة أصلية و البدعة الأخرى اللي هي البدعة الإضافية، يدخل في البدعة الإضافية. لم يرد دعاء للإيقاظ لصلاة الفجر، لكن الدعاء العام يا رب أيقظني صلاة الفجر، أعيني على صلاة الفجر غير ذلك، لا حرج فيه في هذا إن شاء الله. أحسن الله إليك وإياكم، أحسن الله إليكم. طيب يا أحبابي، سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، صلى الله عليه وسلم وصحبه، الحمد لله رب العالمين.